سلام، انا معاد احبش، مرحبا بكم في هذا الفيديو. وبغيت نوضح واحد الامر مهم. اول حاجه بغيت نقولها هو ان هذه الفيديوهات اللي كندير ماشي التحفيز، ماشي كنحفزك، حيت التحفيز ماشي وسيله واقعيه اللي غتعاونك باش توصل لشي هدف. من بين الحوايج اللي استعملت فيهم التحفيز وما صدقوش ليا هو لاصال. كنت غادي بالتحفيز، تفرجت في فيديوهات ديال التحفيز، وي في ديك اللحظة كتكون في واحد الحالة ديال الأوفوريا، في واحد الحالة ديال باغي تخدم وباغي. من بعد مدة ما كيبقاش التحفيز يخدم في ديك الاستمرارية، يعني باش توصل الهدف ديالك خاصك الاستمرارية، والتحفيز هنا فين كيوقف. أنا صراحة أنا ماشي ضد الفكرة ديال التحفيز، يعني إلا كان التحفيز مهم بالنسبة لك ديرو، ولكن باش كنصحك هو تاخد أكبر قدر ممكن من المعلومات اللي غتعاونك باش توصل لواحد الهدف واقعي، يعني أنك تدير هدف واقعي وتاخد معلومات عليه واقعية ويمكن لك تخدم بها وتديرها وتنفع معك. هاد الشيء علاش أنا كندير الفيديوهات باش يقدو ينفعوك، حيتاش أنا كندير الفيديوهات نسبة للتجربة ديالي في السيزيام. علاش انا كندير هاد الفيديوهات؟ حيت انا عارف كاين شي بنادم اللي كيكون جامد، يعني ما عارف شنو يدير، داكشي علاش انا كنحط هاد الفيديو. والفيديو كما قلت كنحطو نسبة للتجربة ديالي. اوكي طولت بزاف، نبداو. ودابا غنقول شنو درت انا وكي درت وجدت الجهاوي. اول حاجة درتها هي قطعت التليفون، يعني قطعت التليفون من ناحية ديال اللعب، من ناحية ديال الفيديوهات الأفلام كاع داكشي اللي كيلهيني. وأول مادة بديت بها وعجبتني ودخلت للقلب ديالي هي المادة ديال التاريخ والجغرافيا. علاش؟ حيتاش واحد المادة اللي متوافقة مع الداخل ديالنا حنا كمغاربة. المغاربة عزيز عليهم القصص، عزيز عليهم الحجايات، فداكشي علاش التاريخ والجغرافيا يعني قريبة لقلبنا بزاف، يعني قريبة. وما دام حنا كمغاربة فعقلية عندنا ديال ابن بطوطة، يعني الجغرافية فراها في الدم. فاش أول مرة نطلع على المقرر ديال التاريخ والجغرافية، هاد المادة اللي عاونتني باش ندارك الموقف وباش نوجد المواد الآخرين، المادة ديال التاريخ والجغرافية أول مرة نشوفها ما عجبنيش المنظر، ولكن تاني مرة نشوفها وثالث مرة نشوفها كنشوف الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، واحد الحاجة اللي باغي نعرف أنا عليها بزاف ديال الحوايج. المغرب كذلك واحد الحاجة اللي باغي نعرف عليها كيفاش نشأت الحروب، المعارك اللي وقعوا، وحتى الدول العربية كلها، حتى هي المشرق العربي والشام ومصر، هادو كلهم عجبني نعرف عليهم بزاف ديال الحوايج. كيفاش بداو؟ وقتاش تطوروا؟ الحضارات، الحضارة ديال الشام، الحضارة ديال العراق. داكشي علاش كنت في واحد المرحلة ديال انني سكيبتيك، باغي نبحث، باغي ندير بحث ديالي بوحدو. حيدت الوقت، حيدت الجهوي من بالي، بديت كنبحث على المواضيع اللي كتخص هاد المواد اللي عندي او لا الدروس اللي عندي في مادة التاريخ والجغرافيا. بطبيعة الحال شي حاجة اللي كانت سيكسي بالنسبة ليا، اللي كانت مشوقة، يعني كنت باغي ديك الحنكة وديك النوض نقلب ونشوف شنو وقع وشنو كاين. مادة الاجتماعيات خلاتني نولي ديما وديما وديما واحد الشخص كيبحث، يعني باغي نقلب وباغي نعرف شنو كاين. مادة اللي عاونتني في الاجتماع، يعني كنت واحد الشخص تقريبا منطوي، ولكن عاونتني هاد المادة في الاجتماع، في التواصل. عجباتني هاد المادة شخصيا حيتاش وليت كنعرف شنو واقع في العالم ديالنا اليوم. ولا كيعجبني نقرا الجغرافيا ديال كوكب الارض اللي هو واحد الكوكب في واحد المجرة في واحد الكون. حتى التاريخ ولا كيعجبني وليت كنميل ليه، حيت كيتعلم منه الانسان الاخطاء اللي دارهم واحد الانسان في واحد الزمان في الماضي. فاند كونت هادو هما الحوايج اللي خلاوني نتعلق بالاجتماعيات ونفتح على المواد الاخرين، يعني التربية الاسلامية، الفرنسية والعربية. واخا انا بديت معطل، ما بديت تال شهر 4 التوجات ديالي الجهاوي، ولكن ملي درت البحث ديالي الخاص ودرت جميع الملخصات للدروس اللي انا باغي نفهمهم ولخصتهم وفهمتهم مزيان، حسيت براسي بحال باقي قدامي الوقت فين نعطي، باقي قدامي الوقت. وكون بديت شويه قبل كنت غنجيب حتى ل 18. اليوم 2/1/4/2019، عافاك، بدا دابا، بدا دابا.
بدا دابا حيتاش باقي قدامك الوقت فين تعطي وفين تجيب نقطه مجهده في الجهوي. حاول تكون واحد الشخص اللي سكيبتيك، باغي يعرف كل شيء، باغي يفهم كل شيء، واحد الشخص باحث. نسى الوقت حيت راه غيكفيك غيكفيك. كل نهار فيق ملي تفيق حس براسك بحال راه عندك واحد المهمه ديال انك خصك تبحث باش تلقى واحد الجواب. انت دابا كتسمعني من واحد الاله صغيره فيها جميع المعلومات ديال العالم كله، يعني داكشي اللي باغي تبحث عليه راه غتلقاه غتلقاه. حاجه وحده اللي خاصها تكون عندك هي انك تكون باغي تلقاه. انا بديت ب 4 سوايع في النهار وتبعتها ب 6 سوايع في النهار وتبعتها ب 8 سوايع في النهار. 4 سوايع في النهار كانت كافيه، كانت كافيه باش خديت بزاف ديال المعلومات اللي كنت باغي، لا سوا في العربيه لا سوا في الاجتماعيات وفي التربيه الاسلاميه على قصه يوسف وحتى في الفرنسي. كان حدايا دفتر ديالي اللي انا كنت حاط فيه كل شيء اللي باغي نراجع، والدروس بالتتابع. بالتتابع يعني بسلسلة، هاد الدرس الأول والثاني والثالث والرابع. الأول كان بدأ كان فهمه كامل، كان دوز الثاني عاوتاني كان بدأ كان فهمه كامل، وما كنتش كندير يعني مادة واحدة في نهار واحد، كنت كندير جميع المواد في نهار واحد. والحاجة اللي كنصحك أنها ما خصهاش تخطاك هي ستيلو والورقة. ضروري خاصك هاد جوج حوايج هما اللي غيعاونوك فسوا تذكر داكشي اللي وصلتي ليه ولا داكشي اللي نوطيتيه وداكشي اللي لقيتيه. في الاول ما غنكذبش كانت صعيبه شويه، ولكن في التالي ولات حلوه بالنسبه ليا انني نبقى نفيق ونخدم ونلقى معلومات ونولي نعرف شي حوايج اللي ما كنتش كنعرفهم انا، كوساسوا على الدول الغربية، الدول المتقدمة، ولا على الدول ديال العالم العربي ولا المغرب. يعني كل شيء كان بالنسبة لي أنني عرفت حوايج اللي ما كنتش عارفهم أنا. من بعد كما قلت لكم وليت كنبغي نعرف على شنو وقع ليوسف، شنو القصة ديال سيدنا يوسف عليه السلام، وليت كنبغي نعرف شنو وقع لأنتيغون، شنو وقع لسي محمد، وشنو وقع لوكونداني. أسئلة اللي ما كانوش كيفرقوني هما علاش كيفاش وشنو. هاد الأسئلة اللي كانوا كيزرعوا فيا باش نوض ونعرف شنو وقع، باش نعرف شنو كاين، باش نخدم وباش نجيب مزيان في الجهاوي وحتى الفروض ديال القسم. هاد القاعدة بالضبط كنت ديما حاطها في بالي، سواء كنت مقلق سواء كنت فرحان سواء كنت ما رشقاش ليا ولا مهم، كما كنت أنا كنت كنحط هاد القاعدة ديما في بالي، هو خصني نعرف شنو وقع وكيفاش وعلاش. كنت في واحد الحالة ديال الديبريسيون، الضغط، تقد تقول حتى اكتئاب، ولكن القوانين اللي عاونوني هما قوانين تعرفت عليهم بحال قانون الجذب وقانون التركيز. من نهار بديت المراجعة ديال الجهاوي ما عمرني ما نقصت من ديك 4 السوايع، ديما 4 السوايع هي فين كان راجع وما كان فلتهاش كيف ما كان. جا عندي شي واحد تنقول له لا، جا ديما تعلم انك تقول لا، تعلم تقول لا باش تكمل شي حاجة، تعلم تقول لا، تعلم تبقى فيها وتركز عليها هي بوحدها باش ما تضيعهاش. حاول انك تعلم من الاخطاء ديال الناس اللي ماشي مجتهدين، ناس عاديين، وتعلم كيفاش كيديروا المجتهدين انهم يجيبوا نقطه مزيانه. والقاعده الاساس اللي كنت داير هي نتعلم من الاخطاء ديال الناس الضعاف ونتعلم الاساليب ديال الناس القويين. تعلمت اساليب ديال الحفظ وديال الفهم وغنحطهم في فيديو ان شاء الله في المستقبل. غنحط الفيديو ديال الحفاظة كيفاش ممكن انك تحفظ وتبقى عاقل. فبالنسبة اللي كيسول على كيفاش بديت، فهنا قلت كيفاش بديت وشنو درت بالضبط، يعني خطوات عملية. هو بديت بكل نهار 4 ديال السوايع وكنراجع المواد كاملين، واللي كنت حاط في بالي هو خصني نعرف بزاف ديال المعلومات، كم كبير من المعلومات اللي غيعاونوني باش نجيب مزيان في الجهاوي. هادشي اللي كنت درت، وشكرا بزاف ليكم على الاستماع ديالكم والقبول ديالكم لهاد السلسله هادي ديال التحفيز. بالحقيقه ما كنديرش التحفيز، انا كنعطي معلومات اللي غينفعوك وصافي. وإلا كنتي مآمن وعندك الايمان ديال انك غتوصل فراك غتوصل، إلا كان عندك الايمان ديال انك غتفشل فراك غتفشل. فحاجه وحده اللي خاصك تختار هي الايمان ديالك باش نتايا.
هو الا ما كتبغيش واحد الحاجه حاول تقلب على الحاجه اللي كتبغي، ماشي تديها في الحاجه اللي ما كتبغيهاش. سيتو